اعياد اعياد عيد او يسموه عيد الاضحى المبارك. ارتئينا ان نقدم عمل مسرحي على قاعه النشاط المدرسي طبعا برعايه نقابه الفنان الفرواسط. المسرحيه اسمها قراءه جديده لمسرحيه ميت مات من اخراجي انا عمار القطبي وتاليف الكبير علي عبد النب الزيدي. طبعا هاي المسرحية قدمت لأكثر من مرة، مو أنا قدمتها، قدمها السيد علي عبد النبي زيدي برؤيته الخاصة. فأني بصراحة تجربة مثيرة، تجربة أنا أعتبرها بالنسبة لي تجربة جبارة، بنأخذ النص عمل مسرحي نعرض أكثر من مرة برؤية، وأنا إجيت أنا كمخرج وكممثل إجيت ارتئيت أحولها حسب طريقتي حسب رؤيتي من ناحية الإخراج حتى من ناحية الإعداد. اليوم نقابة الفنانين فرواسط بالتعاون مع فريق دريمكس السينما والمسرح تقدم عرض ميت مات في واسط وبرؤية جديدة وقراءة جديدة. هذا العرض من تأليف الكاتب العربي الكبير علي عبد النب الزيدي الذي لاقى استحسان الجمهور العربي وكذلك العراقي. نتأمل خيرا من هؤلاء الشباب المشاركين في العرض. الرحيم، اليوم نتواجد بمسرحية ميت مات اخراج عمار القطبي ومساعد اخراج احمد نجم. احنا كلش فرحانين انه تصير مهرجانات او مسرحيات بمحافظة واسط، لانه جاي نحس محافظتنا تتثقف تتطور اكثر. حقيقة حراك ثقافي مسرحي شبابي مميز تشهده محافظة واسط ومدينة الكوت في الآونة الأخيرة. هذا الحراك نابع من اهتمام الشباب بجوانب الثقافة والإبداع. ندعو دعوة خالصة الجهات المسؤولة، الجهات الراعية، الحكومة المحلية للاهتمام بهذه المبادرات لما لها من شأن في التوعية الاجتماعية، لما لها من شأن في تنبيه المواطنين والعوائل التي ترتاد هذا النوع من المسرح لما يجري اليوم في العراق وللواقع الذي نعيشه وهو متراجع في الحقيقة وللأسف الشديد. كل عام وأنتم بخير، الخير للجميع إن شاء الله. أتمنى أن تستمر الأعمال المسرحية في هذه المحافظة، فالناس عطشة للعمل المسرحي. الأعمال المسرحية لها أهداف، لها قيم، لها متطلبات الناس كي تعبر عن طريق المسرح ما يريده الشعب ما يريده الناس.